يحدث الآن. إدراك حركة في مشهد داخلي صامت. إدراك حركة، خلاص. تتبع من أين تأتي الحركة، مصدر الحركة اللي هو المتحرك، تمام؟ الحمد لله. يبقى إدراك المتحرك، الحمد لله. أهلا بيك في الصالون أهو. في وسط دائرة في مشهد هو المتحرك الوحيد فيه. هناك طاقة أخرى غير مرئية، غير مسموعة، غير محسوسة، موجودة في مشهد مرئي ومسموع ومحسوس من متحرك واحد. الأصوات اللي جاية برا المشهد لا تعني، وبالتالي أولى بك ثم أولى. لأنه مشهدك هو ده رزقك، خلاص. رزقك يعني ايه؟ أما بنعمة ربك فحدث. رزقك يعني النعمة، خلاص. حديث النعمة هو الحمد. إدراك المشهد، إدراك المتحرك في المشهد. المتحرك عنده حديث عن حركته، عن الرزق اللي جاله، صح؟ حديث هذا المتحرك في المشهد عبارة عن الحمد، حمد. كل واحد بطريقته، كل واحد بلغته، كل واحد بعدد اللي موجود في هذا الكون الفسيح، صحيح؟ لغات،